السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى، ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير. حضرتك بقول لحضرتك في جمعية خيرية، نعم، المجلس الإدارة القديم بتاعها هيستقيل، وفي مجموعة أخرى هتستلم مجلس الإدارة، نعم، لكن في الجمعية ليها يعني وديعة في أحد البنوك، بيصرفوا منها على عربية الإسعاف الخاصة بالجمعية بنزين وكده، لأن هي الموضوع كله خيري. هل ده جائز ولا لأ؟ إن هم يفضلوا سايبين الوديعة زي ما هي؟ جائز، إنه ليست ذهبا لأحد بعينه. تمام، جزاكم الله خير. الله يسلمك.